عزيزاتي المتتبعات، اليوم شاف روزي طبق الحلويات. اليوم جبت لكم طبق تقليدي، او يعني جميع الناس ياكلوه. يعني هذا الطبق جبت لكم العدس بمكونات يعني سهله في كل بيت، بصح الطريقه يعني عاديه. والبنه ما نحكي لكش، يعني بنه تاع العدس تاع بكري ماشي تاع ضروه. بصح واش هي، لازم كي تخيري العدس اللي يكون مليح. كي تروحي تشري تاع الميزان. انا شريت تاع لي باكي شحال مره، وحده شي خطره ما ساعدنيش. شريت تاع الميزان ويكون مليح كيما هاك، كيما راكي تشوفي فيه. عندي كميه من العدس كيما هاكا، راح نغلي الماء، راح نجيب نحط عليها الماء هاكا على الحامي كيما كتشوفي. من بعد اللي نقيتها راح نحط هذه الكميه تاع الماء كيما هاكا، هذه الكميه تاع الماء كيما كتشوفي. بصح لازم تنقيه، ما تحيش تشليه بالبارد المره الاولى، يعني غير تنقيه. جيبي الماء، طيبي الماء مليح مليح يكون يغلي، وجيبي حطي في هكا في بسينة ولا ريسيبي ولا الحاجه اللي تكون عندك، ديري فيها وخليه يتنقى. هذه هي المرحله الاولى اللي نديروها فيه. ها هو ينال العدس نتاعي من بعد اللي كيما تشوفي ولا تشمخ، يعني المستوى تاعه كاع يطلع. ها هو هنا خليه بجهه، دوك من بعد نصفيه. وراح نجيب الكيكوطا تاعي، هذه الكيكوطا راح ندير فيها شويه تاع الزيت. انا الزيت كي نقلي بيه مره الفريت، ما نقيسهش، نديره في بلاره ونستعمله في المرقه كيما هاك ولا في اي طبخ نديره. ندير هنايا شويه تاع الزيت، حوالي 5 مغارف تاع الزيت. راح ندير هنايا عندي حبه بصل اشيتها، هاي وينا حبه تاع بصل اشي كيما كتشوفي. نديرها هنايا العدس، واش يجيبه يجيبه البصل، واش يجيبه البصل سحتو البصل ديال حبه كيما هاكا اشيها. راح نجيب هنا، انا عندي شويه تاع الحمغي هكا طرف صغير، ولا دجاج ولا اي حاجه عندك، ولا ما عندكش تقدري تستغني عليه. انا غير شايب بغيت على بال البنه برك. عندي حبه تاع بطاطا كيما كتشوفي، مقطعتها مكعبات صغيره، خاطر البطاطا هي اللي تقلي لنا العدس. عندي حبه تاع جزر تاع زرو ديال رابيتا، عندي مغرف تاع طوماطيس كونسونطري، راح هادو غنديرهم هنايا. انا كي نقلي كلشي ضربه واحده باش البنه يجيني بنين. راح ندير الملح، يعني الملح ديريه على حسب الكميه تاع العدس اللي تكون عندك. هاي وينا درت مغرف صغيره، قل شويه هكا كيما كتشوفي. هاي وينا راح ندير فلفل اسود، انا هادو اللي نديرهم انايا في العدس دائما. درت هذا شويه كمون، كمون ما تقويش بزاف باسكو هو اللي مرر، يعني من تالي عاد ديريه هاكا. ندير شويه فلفل اسود ثاني، يعني نص مغرف صغيره نص مغرف صغيره. الكركم ثاني ديري شويه ما تقويش، هو صحي بصح شويه يجي مغرف اللي يقوي منه. وهنايا عندي راس حانوت، يعني توابل مشكله كما يقولوا، يعني ديري شويه ثاني على بال البنه كيما هادو هما كامل. ها هنا راح نخلطهم كيما كبارد في بارد، وراح نديهم فوق النار نبدا نقلي فيهم هاكا. نحطهم نديهم فوق النار وبعد نقلي فيهم، يعني ويطيب بالخف هذا ويجي بنين. يعني اسهل طريقه للعدس هي هذه، يعني خصوصا للمبتدئات. كاين بزاف لي تشكي يقول لك العدس ما طافيش، العدس ما جانيش بنين، يعني هذه طريقه يعني سهله. وتقالي ما عندكش اللحم، يعني طيبي عادي، ما معليش انا وشي من عندي شويه تاكل تنبنى بيه هاكا. نقلي كاع مليح تقليه هي الصح. ورايحه نفرغ هذاك العدس كما كتشوفي. ها هو هنا، نتمنى يعني الصوره تكون واضحه، خاطر كاين بعض الاخوات وحده شي اخت تما كل مره ندير فيديو انه دير لي باللي تصوير رديء، تصوير رديء. ما فهمتش انايا، انا اللي نعرفهم كاع يقولوا لي باللي التصوير تاعك باين، ما
هذه الاخت دائما تقول لي التصوير هادي ما فهمتش انايا مشكلتها معايا انا وش هي يعني كيما انا مانيش يعني محترفه يعني ديجا راني قلت لكم شحال مره يعني مبتدئه برك يعني معليش يعني تنتقديني صح صح ماشي في كل فيديو تقولي لي تصوير رادي تصوير رادي وكاين واحد داكشي الاخت قالت لي في واحد في المشتريات هذا التوالا قالت لي بلي يعني السعر اللي عطيتيه لينا تاع المشتريات يعني ماشي هو قلت لها ديري كالكيلاتريس وحسبي على روحك اذا لقيتي السعر هذا ماشي هو اللي قلته لك انايا ما تزيديش تفرجي ولا اصلا ما تدخليش القنوات تاعي هذا ما كان انا ما شريتش بمليون ومليون ومية انا شداني نشري للمصاريف تاعي مشتريات المواد الغذائيه بمليون ومليون ومية يعني كي نشري انا بمليون ومليون ومية كنا راجلي ديال 10 ملايين ولا 20 مليون بصح حنا من متوسطي الدخل يعني نمشو كيما نعرف انا هذاك هو السعر اللي عطيته لكم عندي كل شهر عندي 600 الف ما فوتهاش في هذوك المشتريات كيما قلت لكم ما نزيدش يعني منهم ما نزيدش انا كي نشري نشري الضروريات بصح الكماليات كي نبغي نشريهم الكماليات نشريهم نشريهم من بعد يعني كي يكون باغي ندير تحليه مثلا باغي ندير كاطو يعني حلوه يعني نشري باغي ندير بيتزا مثلا نروح نشري زوج علب تاع الطون يعني ماشي مجبره اني راح ندخل انا كلشي في ضربه واحده ومن بعد ما نلقاش باش نحل الشهر هذا ونتمنى الاخت هذه توصلها الرساله وما كان لا تظل لي كل يوم كل وين ما ندير فيديو تقول لي المشتريات تاعك ماشي هذيك هي سعرهم انا الكالكيلاتريس عندك وطلعي الحساب وشوفي هذه هي راح نقلي مليح انا هذاك العدس تاعي باش يتشرب بحالك المكونات يعني يتمنوا من الاخوات يدعموا ماشي يقعدوا ينتقدوا كي تنتقديني تنتقديني انتقاد بناء ماشي تنتقديني انتقاد يعني هدام كما يقولوا هذه هي يعني احنا الجزائريين لازم كي نردوا نردوا بعضنا ماشي نقعدوا نخلطوا نحبطوا في بعضنا شي مليح ما نقولوش حجره الواد هي اللي دائما تهبط الدنيا ونستو يعني ونعتذر من الاخوات يعني اللي يكونوا يعني ناس يعني شرفاء وناس يعرفوا كي ينتقدوا الانتقاد البناء ها وين بعد اللي خلطت كل شيء كيما هكا وقليته راح نزيد الماء تاعي طيبته ما ديريش البارد ديري دائما الماء حامي ها هي وينه على حسب الكميه تاعي تاع العدس كيما كتشوفي كيما ها هي وينه وراح نبلع عليه ونخليه يطيب كيما هكا ندير السيفلين تاعي ونقص النار كي تكوني دايره العدس في الكيكوطه ولا تجهدي النار وما تفوتيش لي ليميت تاع الماء اللي يكونوا محددينهم هنايا هنا راه محدي لك لي ليميت تاع الماء والنار ديريها دائما شويه ناقصه باسكو علاه العدس كون يفيض يقدر يبلع لك السيفلي وتصرا كارثه يعني هذه يعني رساله للاخوات ها وين العدس من بعد اللي طاب ها وين كما كتشوفوا فيه ها وين ها شوفي دائما كي ديريه في الكيكوطه ما تجهديش النار وما تقويش الماء دائما عاطينك لي ليميت تاع الماء راه مدي جادي لك خط هاك شوفي يطيب ويجي هاك زبده دوك انا ندير له شويه تاع كمون وراح نقدمه راح نفرغ كيما كتشوفي يجي بنين شوفي كيما كتشوفي يجي بنين وعليه الكلام هاكا يعني دائما انا عندي هذا الطريقه معتمده كيما كتشوفي عندي هاك هذا الطريقه معتمده عندي يعني ماشي من اليوم يعني متعلمتها من دارنا متعلمة هذا الطريق كيما كتشوفي كيما هكا راح نوخر على هذه كيكوطا يعني وساهل بيجي بنين المهم عارفه كي تختاري العدس كي تروحي تشري كي تروحي تشري اختاري العدس ملي اللي يكون بنين ماشي غير العدس من ولا تروحي تجيبيه باسكو سورتو تاع لي باكي هذاك هذا كاع ما كان له تشري ها شوفي كي يجي ثقيل هاكا ديك البطاطا على بالك هي اللي ثقلها كتشوفي فيها هذا البطاطا هي اللي ثقلها ها هو شوفي يجي بنين يجي ها شوفي يجي خاطر علاه يديروا في ديك حبه البطاطا هي اللي ثقله هاكا وديك الزروديه في ديك الحلاوه هذيك تزيد تبنه كيما كتشوفي عندك اللحم ديري عندك الدجاج ديري ما عندكش ما ديريش المهم طريقه تاع الطياب هي اللي هي الصح
ونتمنى الوصفه نتاعي هذه والطريقه نتاعي هذه تعجبكم، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.